dinar getireceğim değil mi? Allah çet dinar bulma. هنا فين كبرت وهنا فين تساديت وسط حي الفنانة، حي المسرحيين والمثقفين، حي الرياضيين، حي المقاومين والوطنيين، حي الملك محمد الخامس ملك كاريان سنترال، الحي المحمدي. الحي وعلى غرار الأحياء الكلاسيكية في الدار البيضاء كيتنفس الكرة، وفاش كتجبر الكرة في الحي ضروري ما تهضر على الاتحاد البيضاوي طاس أو البيضة كما تعلمنا نقولوا لفرقتنا وإحنا صغار. طاس تأسس في 1947، آمنا من صغرنا بلي الألقاب مسألة وقت. 72 سنة وحب البيضة من جيل جيل، وديما طاس بلا بطولة بلا كاس. طاس تأسس على يد المقاومين ديال الحي المحمدي بحال عبد الرحمن اليوسفي رفقة رجال وطنيين ديال بصح، وبقى طاس مربوط بالأب الروحي ديال الفريق والرمز الأبدي ديال طاس العربي الزاولي للملعب ديال الفريق كيحمل الاسم ديالو. ولاد الحي عمرهم تخلاو على الفرقة، وخا بعض المرات كان كعاو ولكن ديما طاس في القلب. هاد العام رجعنا للدوزيام سيري، وقفينا في مسار كأس العرش فراقي كبار بحال كوكب المراكشي والدفاع الحسني الجديدي اللي ربحناهم في الدومي فينال، وقربنا نربحوا أول لقب في تاريخنا. أنا مازال ما متيقاش واش بصح نادي نلعبوا فينال كأس العرش. هاد الأسئلة كنطرحها على نفسي كيف ما كيطرحوها كاع ساكنة الحي المحمدي، وخا كاين فينا اللي عاش مع الجيل الذهبي ديال الاتحاد وشاف الكورة كتدور في التيران. واش منك يا الغزواني، واش منك يا الشاوش، فرحات المهدي ملوك المداني وحتى عبد الخالق الهداف. اليوم جيل جديد، ناس الحي المحمدي كلهم بشعار واحد، جيبوها يا الولاد. دراري مركزين في اخر حصه تدريبيه اللي داروها في المحمديه قبل ما يسافروا لوجدة فين غادي تلعب الفينال. زيادة صارمة لأن راه غلبوا نهاية كأس العرش، وهذا الشيء ماشي سهل باش أتواجه واحد الفريق اللي هو فريق قوي، اللي هو فريق عنده لاعبين مجربين، فريق اللي عنده استقرار لا في اللاعبين ديالو ولا في الإدارة التقنية ديالو. أعتقد مقابلة تكون عندنا قوية نظرا للفعالية لا في الدفاع لا في وسط الميدان ولا في الهجوم اللي عند حسين تكادير. حنا 11 لاعب وما 11 لاعب غنلعبوا على الحظوظ ديالنا إن شاء الله، ولما لا نجيبوا الكأس من مدينة وجدة إن شاء الله. اللي على الدراري داروه والضغط كله على الحسنية. ماتش عادي بحال كاع الماتشات، أيوب أنا أول مرة غنلعبوا شي ماتش كبير بحال هذا، ما ضربناش طريق على والو، تمار اللي ضربنا العام كامل أصاحبي راه تلعب في ماتش 91 دقيقة، غندخلو نحطو داكشي اللي عندنا وراك عارف نفس البلوك كونسونتراسيون توتال ونخرجو إن شاء الله رابحين عزيز الكفور راجعين بها الحي محمدي إن شاء الله. سالات الحصة وطريقنا غادي تكون المطار محمد الخامس. اليوم ان شاء الله في المطار ان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا في مدينه وجده ونجيبوا التاهل لفريق الاتحاد البيضاوي والجمهور ديال الحي محمدي ان شاء الله. الحمد لله احنا دابا في المطار ان شاء الله وعازمين باش نمشيو لوجده ان شاء الله باش نجيبوا الكاس. الكاس ان شاء الله من وجده من الاخر يلا ان شاء الله. هنا السعيدية اللي كتبعد على وجدة فين غادي تلعب الماتش بساعة ديال الطريق، وهنا فين اختار العسري ديال التربوس ديالو، وكيف ديما أنا حاضر لآخر حصة قبل الماتش. هذا 100% اذا انا راسي مزال غنحكم على بزاف الحوايج اللي غيلعب ولا اللي غيكون في الكران
لا سيونس خصها دوز على حقها وطريقها، ما غنزيدوش بزاف، ما غنناقشوش بزاف، ما تضربش ليا كرة الله يرحم بها الوالدين، ما ديرش ليا لوتير باش نهار نهار الماتش غتكون هو هذاك وغتكون فري وغتدوز بارتي ديالك مزيان. هاد بحال ديال سيونس كتبغي تكون فيما ريسبونسابيليتي بزاف وفيما ديسيبلين بزاف. اومير يشوف ما دير غندير واحد فوتي ديال 5 مينوت وغادي نجيو لهنا. هذه اخر حصه تدريبيه قبل لا فينا ان شاء الله. كما شفتوا العناصر كلها جاهزه، ما كاين حتى اصابه الحمد لله، اللاعبين في اتم الاستعداد ديالهم والمعنويات مرتفعه ان شاء الله باش ندخلوا المقابله ديال غدا بدون مركب نقص ان شاء الله، باش باش نطونطيو لا شونس ديالنا ان شاء الله باش ناخذوا الكاس غاليا. كيف ما كتشوفوا حنا عائله في الطاس، ما كاينش فرق بين واحد وواحد، والدليل ها هو منفلوطي الرئيس كيلعب مع وليداته، وهذا اكبر حافز لهم باش يفرحوه حيت غدا عيد ميلاده. اليوم الماتش، اليوم الحسن، واش ربحه ولا ذبحه؟ انا معاكم والحي كامل موراكم، درب مولاي الشريف، العنطارية، السعادة، التقدم وبزاف. تعطلتوا علينا. كلشي فرحان وخايف نخسروا هذا الفينال، ما عرفتش بجوج لواحد ولا غير ربحوا ولا بجوج لواحد، مهم زدنا الفينال، ما عندنا ما نديرو الدوزيام سيري، يلا طلعنا هذا العام فينال، ما عندنا ما نديرو ان شاء الله باذن الله نربحوا. هاد الكاس دابا الكاس العاشر دابا حنا اللي غندوي الاتحاد البيضاوي اللي غندوي جوج لواحد، جوج لواحد، جوج لواحد. الماتش بدا والكل على اعصابه، من بعد ربع ساعه ماركا ماليك صاصي بيت الحسنيه. الحي ربي فينا ما نفقدوش الامل، ومازال الكره في الماتش. الحسنيه تفتتح باب التهديف عن طريق مالك سيسي بعد مجهود فردي رايه من الدولي عبد الكريم. اسامه المليوي اللي ما عطاوش فراقي كازا حقه، اليوم جاوبهم بهدف التعادل وماشي باي طريقه. الحمد لله الحلم مازال قائم. في الشوط الثاني وبحال الماتش ديال جديده، الحكام كيرجع للفار وكيصفر على بيلانتي للطاس، ومره اخرى المليوي كان في الموعد وماركا الثاني على قول ما ساهلش الحواس للمخضرم. بقات ربع ساعه ونشوف الحلم يتحول الى حقيقه. صافي عادل زوراق صفر نهايه المقابله، ومعها بدات احتفاليه ما قدها احتفاليه بالنسبه ليا ولكاع عشاق الطاس. الشباب ديال الاتحاد البيضاوي ديال دابا، حيا الحي المحمدي مدي وعاش الاتحاد البيضاوي. صمنا حتى عينا على الالقاب، ونهار فطرنا على اغلى لقب كاس العرش اللي الرمزيه ديالو كتساوي 100 لقب. هنا زدت تاكدت انني كنتمي للفريق ديال الوطنيين والمقاومين. فرحه كبيره حقيقه، فرحه كبيره حيت بالنسبه لي انا اول مره غنوصل لا فينال ديال كاس العرش كلاعب، وفزت به والحمد لله على كل حال. Nous avons beaucoup rêvé, c'est-à-dire remporter cette finale aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est fait. Nous sommes vraiment très 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 contents. C'était un match difficile mais à la fin nous avons gagné. ما نقدرش نوصف هذه الفرحه هذه.
تنبغي نشكر اللعابه اللي دوزوا مقابله قتاليه ديال بصح، وكنبغي نشكر الجمهور. وهاد الكاس هذا كان هذا اول حاجه الوالديه، ثاني حاجه الدراري كاملين، جمهور حي محمدي، جمهور البيضاء كامل. الحمد لله قمنا بانجاز تاريخي اليوم وفرحنا الجمهور ديال فريق الاتحاد البيضاوي، والحمد لله حنا فرحانين بزاف، دخلنا التاريخ من ابواب من اوسع الابواب ديالو. الحمد لله كنهديو هذا الكاس لجميع محبي فريق الاتحاد البيضاوي خارج الوطن وداخل الوطن. انا فخور بانني من هذه الجينيراسيون، فاي لاعب كيحلم بهاد الكاس الغاليه. كنشكر الزملاء ديالي اللي قاموا بمباراه رجوليه، فالهدفين ماشي عن طريق ديالي انا بوحدي، فعن طريق الزملاء ديالي. كنبغي نشكر الجماهير اللي جات ساندتنا بقوه، كنبغي نهدي لهم هاد الكاس، ووعدناهم بان غنجيبوا الكاس من المدينه توجدوه فينا بالوعد. الجيل اللي عاش هاد اللحظه غيوصلها بكل امانه الجيل الجاي، وطموح البيضه ما غيساليش هنا، مازال حلمنا نطلعوا البروميير سيري. وتيران العربي الزاولي العام الجاي غيكون شاهد على الطاس لاعب الكاف. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.